مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. خرجوا من بيوتهم التي جعلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع متارس وتركوها متوجهين إلى الجهات الأربع، لا بيوت لهم سواها، ولم يألفوا حياة الترحال، وهم الذين ولدوا على تلك الأرض واستمدوا منها أسباب الحياة ووجدوا فيها بيوت آبائهم وقبور أجدادهم. نزح المدنيون من سكان مديرية الوازعية بمحافظة تعز إلى مختلف جهات البلاد التي استطاعوا الوصول إليها، لكن بعضهم لم يصل إلى أي مكان، فقد انقطعت رحلة نزوحه بقصف من طيران التحالف، مثل 7 مدنيين فقدوا حياتهم بقصف من طيران التحالف العربي بتاريخ 7 أبريل المنصرم. قصف استهدف سيارة مدنية يملكها جميل جيلح، قصف استهدفهم في قريتهم التي كانت آمنة قبل أن ينزحوا إلى منطقة باجل بمحافظة الحديدة. ومنذ ذلك اليوم تضاعفت المأساة التي تعيشها أشواق وشروق وإشراق ولين، ففضلا عن كونهن نازحات هن يتامى لا عائلة لهن، منهن جريحة، وجراح المدنيين تجد من ينكأها لكنها لا تجد من يداويها. قصة أسرة جميل جيلح في هذا الفيلم. بسبب ظروف الحرب والانقلاب اضطر أكثر من 600,000 نسمة من سكان مدينة تعز وبعض مديرياتها الريفية للنزوح الداخلي والهجرة القسرية عن ديارهم، خصوصا تلك المناطق التي جعلت منها ميليشيا الحوثي والمخلوع مسرح حرب ومواجهات. مديرية الوازعية هي ثاني أصغر مديريات تعز، وسكانها لا يتجاوزون 30,000 نسمة وفقا لإحصاءات غير رسمية. نزح الآلاف منهم جنوبا إلى عدن ولحج وأبين، واتجه البعض شمالا إلى مناطق في الحديدة. احنا مواطنين لا يعني لا سعينا بشيء ولا دولنا بشيء، كل جلوسنا في بيوتنا، وإن ما وصل الحروب علينا هربنا، نسلم القهر حقنا وأنفسنا. نحن من أبناء محافظة تعز مديرية الوازعية، نازحين في محافظة مديرية باقل محافظة الحديدة. نزحنا من سبب الحرب علينا وقصف الطيران. احنا هاربين في الحديدة للحمى والريح والبرد والغبار، ويعني كل شيء فينا. احنا بلا حول ولا قوة منهم، وجد البسطاء من أهالي الوازعية أنفسهم مضطرين للهجرة عن بلادهم طلبا للأمن والسلامة، وحرم أطفالهم حتى من أبسط حقوقهم في الحياة. احنا مواطنين يعني كذا، احنا نازحين من الوازعية، ما ندخل من الحرب، أجوا في بلادنا يعني كذا يحاربوا. احنا مواطنين، ما ذنبنا؟ ذنب الشعب الوازعي 30,000 اللي مشردين بلادنا، مشردون مشردين، ما معهم ضباحة بعد ما اضبح ناس في اليمن. بحرقة يتحدث محمد عن أطفال جاره الذين نزحوا إلى باجل طلبا للأمان بعد أن قتل والدهم مع آخرين من الأقارب والجيران في غارة لطيران التحالف. والأطفال لهم ما ذنبهم، أبوهم ما تباش معهم أحد، لا راتب ولا أخ كبير ولا عم ولا حاجة معهم، مو بيسرب عليهم، مو بيحضنهم لهم. هذا اليتامى أصبحاني ضحية، ما فيش واحد تكفل بهم. يشوف الأطفال كل طفل يجي عند أبوه، يتعلق على أبوه، يمشي مع أبوه، هذا ما يتأثروا زيادة لما يشوفوا ما فيش معهم أب، ما فيش معهم واحد من يكفلهم، ما فيش معهم، عندهم عم واحد معوق مكسر رجله ما يشتغل، ما عنده أي شيء، والعم الثاني برضه تعبان شوية، عنده داخل يعني تعبان شوية، حالة نفسية فيه به. أحدثت غارة طيران التحالف مصيبة وجرحا عميقا لدى هذه الأسرة التي حرمت من عائلها الوحيد، باتت إشراق وأخواتها أشواق وشروق ولين ضحايا للفقر واليتم والإهمال المزدوج. لم يبقى للطفلات اليتيمات إلا أم عاجزة تأبى الحديث للإعلام، وجدة
نال الكبر منها واستوطنها ألم الفقد لولدها. الطائرة ضربت ولدي وهو ماشي في الطريق خط الله، يعني يطلب الله على بهاله في الطريق، وولدي توفى هو 2 عيال بني أخو و2 بني عمه و2 من الجيران، 7 أنفار الذي راحوا يعني، وابن أخوها الثالث يعني معوق برجلها 2 دحين ما هلفون هالبلد، والبنت هذه يعني ضربنا يعني مع أبوها ضربناهم الطائرين وأبوهم، إذا حن قهال يخسروا ما معهم حد من يصرف عليهم من يديلهم المحطة المقارحة، يعني ناس يعني فيهن لله تسوبوا عليهم من هلا 10 ومن هلا 5 ومن هلا ناس فيهن الخير يعني. قتلت الغارة الخاطئة 7 من النازحين وأصيب جراءها 4 آخرون، وبحسب شهود الواقعة فلم يكن هناك ما يبرر القصف. ما الذي يبرر قصف نازحين بدلا من إغاثتهم؟ نحن ماشيين في سبيل الله الطريق ماشيين رايحين نصلي الجمعة وعادينا للبيت، وقزينا في الخط ما مرينا في خط يعني زفلت أو خط فرعي إلى البيت، ووقفنا جنب البيت إذا بالطيارة حلقت وضربت علينا، والآن أبوها هذه توفى وعمها توفى وبني عمها 4 توفوا. أبي توفى كسفنا على الطيارة نحن ماشيين في الطريق، ماتوا بني عمي وأبي من الجيران 7 اللي ماتوا. تم قصف الطيران على عمي وهو ماشي في الطريق، هم بعدين راحوا 7، 2 من عمي و2 من الجيران، وتم 2 بناته جرحى، وواحد ابن عمي بكان مجروح، والآن عاد هالبنت مجروح الصغير. البنت الثانية مصابة بشظايا ومكسرة القلى، وتم نقلها لمستشفى الثورة في الحديدة وقرينا العملية، وطلعت العملية ما نجحت العملية، ثم حولنا إلى صنعاء وعملنا عملية في صنعاء، والآن كما طلع هذه البنت تبغى تخرج تلعب مع الأطفال ما تقدرش، تبغى تمشي ما تقدرش، تتألم ما تقول لحالة تعيش كما تجلس لحالة تضيق، ما فيش تلعب مع الأطفال تخرج برا أو كذا أو تمشي أو تنفس معها تروح بالشارع أو كذا ما في ما تقدرش. منذ إبريل من العام الماضي لم يزر مسؤول في السلطة المحلية هؤلاء الأيتام، ولم يتعهدهم أحد من المؤسسات المعنية بالإغاثة التي يفترض أن تهتم بهم كضحايا قصف على الأقل تركهم الجميع عرضة للفقر والألم، بينما حالتهم لا تستدعي أكثر من اهتمام إنساني يخفف من نكبتهم ليتجاوزوا أثر المجزرة على الأقل صحيا ونفسيا. الآن أصبحوا ضحايا، الآن ما حد يتكفل بهم ولا حد يدي لهم من فين إلا من يعني إلا من فاعلين خير أو ربك يعني يحول لهم بواحد كذا يفعل الخير في بهم، أو تنظر إليهم الحكومة أو تنظر إلى هذم الأيتام الأطفال هذم اللي عليك، لأنهم بنات لو كان في بهم رجال نقول صح، بيكبر الولد بيروح بيشقى عليهم ما فيش أي واحد بيتكفل بهم غير إن عندهم قد تعبان خلاص، قد تعبان حالته ما يشتغلش ولا عنده رواتب ولا عنده شيء، وعمهم الثاني مكسر معوق ما يقدرش يقوم فوق المفرش، والآن أصبحوا هذين ضحايا، ضحايا من الجهتين من الكل. لا عليك إيش بنسوي؟ الأسرة المنكوبة ومثلها العشرات من نازحي الوازعية في باجل لم يحصلوا على شيء من المساعدات الإغاثية، لا يزال أطفال النازحين خصوصا الجرحى يحلمون بحق العلاج ويأملون في توفير مساحات آمنة وحياة مستقرة كأقرانهم في كل بلدان العالم. نشتينا العطل يروح بلادهم، ما ذنبنا نحن جهار أطفال، اشتراك حبوبة ما ذنبها، كانت تلعب معنا مسكينة، كانت تضحك، كانت تحرق، ما ذنبها ما ذنبها هذا اشتراك، كان مدرية المدرسة حقنا كنا نحبها، دحين ترجع معها مثلنا معور. في ظل التجاهل لظروف النازحين الذين لم يصل إليهم الإعلام ولم يهتم بهم المعنيون، ستبقى المعاناة مستمرة وسيبقى الألم ما بقي الإهمال.
الآن نرجو من فاعلين الخير والمتبرعين يوجهوا نظرتهم إلى هذه البنت اليتيمة، لأن أبوها توفى لا مع ولا راتب لا مع أي حاجة، إنسان مدني ماشي ما فيش معه ولا أي حاجة، إنسان ضبح حالتهم حالة. البنت شراك مصابة بشفاء، فعملنا لها عمليات، تمت العمليات في الحديدة، وحبة في صنعاء، بنت الشهيد جميل حسن جيلة، فباقي أختها الصغير مكان المصاب مكان إن شاء الله في به معوض برضه. نرجو من المتبرعين يتبرعوا لهم قد ما يستطيعوا يعني. وحتى يجد النداء صداه يستمر الضحايا في بث الأمان بالعودة لبلادهم، لكن استمرار الحرب والاستهداف لديارهم بسبب تمترس الميليشيا فيها يجعل من حقهم في العودة مجرد أمنية. تحاربوا بيناتهم بين الدول، يعني تحاربوا السعودية والحوثيين تحاربوا بيناتهم احنا لا لنا دخل، لا نتدخل لا مع دينك ولا مع دينك، احنا مواطنين لا نتدخل مع أحد. إذا احنا نشتي نروح البلاد وما احنا قاسرين، ما احنا قاسرين نروح في البلاد، ما دار الحرب في بلادنا. حالة إشراق وأخواتها يستدعي تدخلا إنسانيا عاجلا من المعنيين بالوضع الإنساني على الأقل في الجهات الدولية، فليس من العدالة الإنسانية إغراق القرى بالصواريخ وحرمان أهلها من المساعدات. ليس خطأ واحدا، فهناك من يتحدث عن مئات الأخطاء المشابهة، كما أن هذه الأخطاء لم يتبعها اعتذار ولا صاحبها تحقيق ولا وجد ضحاياها إنصاف، فضلا عن أن يجدوا حقهم في العلاج والتعويض. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي فيصل الحميدي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي المحامي والباحث في القانون الدولي فيصل الحميدي. مرحبا بك أستاذ فيصل. أهلا بكم وأشكركم، وقد قدمتم برهان حياديتكم من خلال موضوع حلقة هذا اليوم، والمطلوب تقديم المزيد من الأدلة ليتمكن الإعلام اليمني من تقديم المعلومة الصحيحة عبركم واقتداء بكم. نحاول دائما، والميدان هو الحكم بما نستطيع الوصول إليه من مواد، ولن نوفر أي جهد. أستاذ فيصل، شاهدنا قبل قليل قصة واحدة من الأسر النازحة من منطقة الوازعية، والتي تضاعفت مأساتها يعني فوق الحرب التي داهمت منطقتهم، تعرضوا أيضا لقصف من طيران التحالف. ألا يحمي القانون الدولي المدنيين من التعرض للعمليات العسكرية في أوقات الحروب؟ القانون الدولي على في مساله الطويل قد وضع ضمانات وحمى مثل تلك الحقوق، ضربات الكاتيوشا والطيران تشكلان بحد ذاتهما استهانة مملوءة بالقسوة، وحماية المدنيين هو حجر الأساس في القانون الدولي، وتتسع هذه الحماية لتشمل المدنيين الأكثر ضعفاً والنساء والأطفال والنازحين. نعم. ويحمي القانون الدولي وسائل حياتهم ومناطقهم وسكنهم وطرقهم، لكن دعني أعرض أولاً على أساس تلك الحقوق وهو حقوق المدنيين في الإسلام في أوقات الحرب. تفضل. يجب أن يمنحنا تاريخنا الثقة في ماضينا. الإسلام حمى النساء والأطفال وكبار السن والزهاد والعباد والأسرى والجرحى واحترم الإنسان حتى بعد موته. نعم. فكان أكثر اتساعاً من القانون الدولي في مجال حماية تلك الحقوق. دائماً ما نلاحظ أن الإسلام يغل أيدي مقاتليه من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببها الحروب. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش في كافة الغزوات قال: انطلقوا بسم الله وعلى بركة رسوله، ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقال ايضا لا تقتلوا ذرية ولا عفيفا ولا تقتلوا اصحاب الصوامع. وقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات امرأة مقتولة فغضب وقال ما كانت هذه تقاتل او لتقاتل. واوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الاحراق بالنار، وانتم تعلمون ان الحروب الحديثة كلها احراق في النار، فقضايا الكاتيوشا وقضايا الطيران صحيح. كلها نيران تصيب الناس بمآسي لا اول لها ولا اخر. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يضرب بالنار الا رب النار. حتى القتل في الاسلام، القتل في الاسلام لهم حقوق، منها النهي عن تمثيل بالجثث، فقال صلى الله عليه وسلم اياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا تاريخنا الحافل، تاريخنا الاسلامي الحافل في الماضي، يجب ان يمنحنا التاريخ الثقه في ان نصوب ما القانون الدولي على اساس منه. فالذي حدث بانه يعني ان ينظر نظره تصحيح يجد ان القانون السنة هو اكثر سعه من القانون الدولي الامكاني في العصر الحديث. نعم. إنما يعني يفترض برغم ذلك أن هذه القوانين التي صيغت وتوافق عليها العالم اليوم هي الضابط لإيقاع الناس في هذا العصر، ويفترض بهذا القانون تحييد وحماية المدنيين ووسائل حياتهم ومناطق سكنهم وطرقهم كما تفضلت. لكن ما هو رأي القانون في العمليات التي تتعرض للمدنيين؟ القانون يحرم التعرض للمدنيين، ما هي الأحكام التي يرتبها على عملية التعرض لهم؟ للأسف الشديد القانون الدولي يعني أقصى عقوبة فيه هي الحبس المؤبد أو السجن المؤبد، في حين أن الجرائم النوعية وبهذا الحجم وبهذا الثقل قد تؤدي إلى وفاة المئات، بل نعم. إلى ذهاب أسر بمجملها، وأنا مطلع على أسر ذهبت بمجملها. فإذا ما وضعنا ذلك أمام المصدر القانوني الدولي سنجد بأن أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة، في حين أن القوانين الداخلية للدول تعاقب تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وهذا هو المطلوب، إلى حد القصاص الشرعي، وهذا هو المطلوب شرعا، والأصل أن الدول تسير في اتجاه المحاكمة الداخلية لا الذهاب إلى القانون الدولي. نحن نتحدث عن عمليات يفترض أنها قامت من أجل يعني إنصاف هذا الشعب، لا يعني أقصى أو سقف المطالبة الآن هو وقف هذه الأخطاء التي ترتكب، أو على الأقل يعني بداية الاعتراف بها، تعويض ضحاياها، معالجة مصابيها، البحث عن حلول لعدم تكرارها، يعني كمطالب عاجلة قبل أن نتحدث عن العقوبات على مرتكبيها. كيف يمكن أن نصل إلى هذا المستوى من وقف وضبط إيقاع هذه العمليات بحيث أن تتوقف الأخطاء؟ أولا يفترض تجنب أماكن المدنيين، هذا أولا. والأمر الثاني أنه إذا ما حدثت فاجأة ما من هذا النوع فالأصل فيها التحقيق وإيقاع العقوبات للمتسببين وتعويض الضحايا التعويض العادل عما حدث لهم، وتعويضهم في ممتلكاتهم وفي أموالهم وفي أنفسهم. هذا الذي يجب أن يكون عليه الحال اليوم، وينبغي الالتفات لذلك، وإلا بدلا من أن نعرض أنفسنا بأن نعرض يعني للابتزاز الدولي في مثل هذه القضايا، نعم. ينبغي أن تتم محاكمات داخلية ومساءلة داخلية، وأن يتم يعني وضع حد لانتهاكات لإصابة الضحايا. صحيح. من المسؤول عن القيام بهذه المحاكمات وابتداء بتوثيق هذه الأخطاء ويعني الجرائم ثم المحاسبة؟ جرائم الكاتيوشا وجرائم الطيران ينبغي أن تتحرك لها المنظمات المحلية، هي المعنية برصد تلك الأحداث وتوثيقها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم. والأصل أيضا أن الجهة التي أحدثت مثل تلك الواقعة عليها أن تتولى أيضا التحقيق. الآن نحن نعلم بأن اليمن شقين أو قسمين،
وكل طرف يستطيع أن يتحرك بحرية في مساحة من هذا النصف. نعم. والآخر أنه بعد تحرير الجنوب وعدن وحضرموت ومارد أن يتم التحقيق وأخذ شهادة الشهود ورصد الضربات ومواقعها والأضرار الناتجة عنها من قبل الطرف المتسبب ومن قبل الحكومة اليمنية هي المعنية الأول بالأساس، لأنها مسؤولة عن هذا الشعب، عن حياتهم وعن حريتهم وعن كرامتهم وعن الأحداث التي تحل بهم الآن، فهي المسؤولة الأول. نعم. سمعنا قبل فترة عن تعيين لجنة تحقيق من قبل التحالف للتحقيق في مثل هذه العمليات، كما أيضا نتابع أعمال لجنة التحقيق اليمنية. برأيك لماذا لم يصدر حتى الآن تقرير عن واحدة من العمليات التي يسقط ضحيتها مدنيين بعيدا عن الأهداف العسكرية؟ هناك قصور شديد في هذا الجانب من قبل الحكومة اليمنية. الأصل أن من يريد، من يعلن الجاهزية للحرب، عليه أن يعد عدته في مسألة تحمل كافة الأضرار الناتجة والحيلولة دون اتساع رقعة تلك الـ يعني الأضرار التي تصيب الناس. فمن أعد للحرب لم يعد إطلاقا للأضرار الجانبية والمهمة التي تتزامن وتترافق مع هذه الحرب للأسف الشديد. نعم. إذا انتقلنا إلى موضوع موازي وهو مسألة الإغاثة للمتضررين. دائما نسمع عن عمليات إغاثة وعن وصول مواد إغاثية، لكن هذه المواد والمساعدات نجد كثيرا من المتضررين لا تصلهم أي منها، وقد قضت الحرب أساسا على مصادر أرزاقهم ووسائل حياتهم للتغلب على الصعوبات. من المسؤول عن حجب وصول هذه المساعدات لهؤلاء المتضررين؟ أولا دول التحالف دول متعددة، ولا نكاد نسمع من كثير من دول التحالف من يقدم المساعدات. الثقل الأول واقع على المملكة العربية السعودية، وهي يعني كما يعني وعلى بعض وبعضها على دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن دول التحالف معنية في الأساس الأول جميعا على أن تقدم المساعدات والإعانة الإنسانية للضحايا. هذا صحيح. من جهة أخرى معظم المساعدات التي قدمت من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وصل أغلب الإعانة ذهبت إلى عدن وحضرموت، القليل منها ذهبت إلى مارب وسعد لصعوبة تقديمها. يعني ربما أن قلتها في المحافظات الأخرى ناتج لأن يعني التحالف الحوثي وصالح هو الذي يمسك زمام الأمور في كل الأرض على الأرض، وهذه هي الصعوبة التي يتسبب بها هذا الطرف بعدم إيصال المساعدات لنا. يتحججون بهذه الحجة أنها لا تجد الطريق إلى المستحقين نتيجة هذه الصعوبات، لكن الصواريخ وبكل سلاسة تصل وبكل سرعة تصل إلى أهدافها الخاطئة. كل هذه التعقيدات في المشهد كيف يمكن أن يعني يحدث لها بعض الحلحلة كما ترون من وجهة نظركم؟ الجو كما قيل للتحالف والأرض منقسمة قسمين، وبالتالي يعني يسهل وصول ذات وعدم وصول الشيء الآخر. لكن أنا من رأيي بأن يتم الاستعانة بالمنظمات ذات الشفافية والنزاهة العالية والتي لها تواجد في الأرض وآلية للتحرك لإيصال المساعدات لمستحقيها. وينبغي لأي طرف إذا ما فرضت عليه إشعال هذا الحرب أن يتم به الاستعداد كامل وآلية مثل خطته للمعركة أيضا خطته للعمل الإنساني، وهذا هو المطلوب. صحيح صحيح. المحامي والناشط الحقوقي فيصل الحميدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. شروق جميل جيلح، تم الرصد، في أمان الله.